هروح مع حضراتكم دلوقتي لفقرة السوشيال ميديا. وبالمناسبة واحد من الموضوعات اللي الناس اهتمت بيها جدا على السوشيال ميديا والنهاردة تصدر الهاشتاج يعني قائمة الشير والبوستات والتعليقات هو البرج الأيقوني، واللي هو بالمناسبة مرتبط بموضوع العاصمة الإدارية الجديدة اللي احنا بدأنا بالحديث عنه. خليني استعرض مع حضراتكم بعض التعليقات اللي الناس نشرتها النهاردة عن البرج الأيقوني، لأنه برضو الحقيقة فيها أفكار مهمة أو فيها تساؤلات مهمة وفيها تباين وتنوع. بعض الناس شايفة أنه والله زي من نوعية التعليقات السلبية. أول مثلا تعليق من حد بيسأل هل ده مش خبر مستفز لينا، وطبعا المقصود هنا هو التركيز على تكلفة 3 مليار دولار. وعلى طول صاحب التعليق دوت ربط ما بين الارتفاع الجنوني للأسعار وقطع الكهرباء والبهدلة والكلام ده كله مع تكلفة البرج الأيقوني اللي هي 3 مليار دولار. أنا ليا الحياة تعليق هنا على يعني الجزئية دي أو المنشور دوت أو الرأي ده. في شيء من الصحة في فكرة أنه الخبر مركز على موضوع تكلفة 3 مليار دولار. هو ده برضو خد العين أو خد الانتباه بشكل كبير جدا عن عناصر تانية مهمة جدا في البرج الأيقوني، واللي ممكن برضو نتكلم فيها زي أنه النهاردة أي مشروع عبارة عن فرص عمل، أي مشروع بيجيب استثمارات، الاستثمارات يعني دولار، الدولار يعني نقلل شوية من الارتفاع في الأسعار اللي صاحبة التعليق بتتكلم عنه. النهاردة كل اللي بيرفع الأسعار من التجار يقولك أصل أنا مش عارف الدولار سعر صرفه هيكون كام وقت ما استورد، سعر صرفه هلاقيه أصلا الدولار لما أجي استورد أو أنتج أو أصنع السلعة بتاعتي ولا لأ، فبالتالي أنا مضطر أرفع الأسعار. هي دي ميزة المشروعات اللي احنا بنتكلم عنها، أو هي دي أهمية المشروعات اللي احنا بنتكلم عنها. تدخل للبلد عملة صعبة، تدخل للبلد دولار، تشغل تحرك عجلة الإنتاج، تشغل الاقتصاد المصري، رجل داخلة رجل طالعة، ناس بتفتح شغل، ناس جاية تأجر، ناس عاملة مكاتب وفتحة فروع لشركات عالمية، شركات شحن، شركات تصدير، شركات صناعات مختلفة. هي دي أهمية مشروعات زي البرج الأيقوني. ده مثلا تعليق. التعليق اللي بعده وبرضو تعليقات مهمة جدا إحنا نشوف الناس بتفكر في إيه على السوشيال ميديا. وبالمناسبة في حد رد على صاحبة التعليق دوت، قال لها لا هو مش مستفز، لأنه هي بتتكلم إن الخبر مستفز، فهو قال لها لا بالعكس هو مش مستفز، وبيقول لها ما تنساقيش، لا تنساقي. ودي بالمناسبة رسالة مهمة جدا 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 من مواطن واعي. مش لازم دايما ننساق ورا الأخبار، في جزء مهم إن احنا نفهم إيه اللي ورا الخبر دوت أو إيه تفسير الرقم ده، وده اللي احنا بنحاول نعمله هنا في الحياة في برنامج الخلاصة. هو بيقول لها إنه مش معنى إن تكلفته 3 مليار دولار إنه مصر دفعتهم. رجعي كويس هتلاقي أنه مصر ما دفعتش أصلا، كل اللي عملته أنها قدمت أرض المشروع، وهنا تقصد أو يقصد العاصمة الإدارية كلها، مقابل مكاسب، والبرج الأيقوني هو واحد من المكاسب دي. رد واعي ووافي. طيب من ضمن التصريحات أو من ضمن التعليقات التانية، حد مثلا بيقول يا ترى البرج الأيقوني اللي تكلف 3 مليار دولار من أموال القروض دخل كام دولار للبلد؟ وده برضو نرجع ونقول انه بدري جدا نحكم النهاردة على التجربة. اول 3 ابراج النهاردة تم تسليمهم ولسه المشروع شغال، بعيدا بقى ان هو كاتب مليار بالنون مش بالميم. طيب ايه تاني في التعليقات؟ حد تاني بيقول يعني حليتوا مشكلة العشش والعشوائيات ب 500 مليار جنيه وعملتوا البرج الايقوني ب 3 مليار دولار. هنا بقى في مغالطة في المعلومة، ودي معلومة أنا متأكدة منها لأنه اتكلمت فيها النهاردة مع الدكتور مصطفى مدبولي، وهو قال أنه مشكلة الإسكان ومشكلة العشوائيات ومشكلة كل ما يتعلق بسكن المصريين سواء كان عشوائي أو غير مخطط أو غير منظم، ده كلف الدولة 0.5 تريليون جنيه، مش 500 يعني مش الرقم اللي هو المقارنة بتاعت 500 مليار جنيه والبرج الأيقوني ب 3 مليار. فنحط هنا بقى أنهي الأكتر وأنهي الأهم. النص التريليون دي مش بس المشكلة العشش والعشوائيات، ده للعشش والعشوائيات وموضوع الإسكان والوحدات السكنية. وتاني 3 مليار دولار مش بس يعني ما دفعتش مصر فيهم حاجة زي ما احنا كنا لسه بنتكلم. طيب من ضمن كمان التعليقات التانية، واحد بيقول برضو ايه فايدة البرج الأيقوني او العاصمة الإدارية في العموم،
اتكلمنا عن ان الشغل بيجيب شغل والدولار بيجيب دولار، وانه تشغيل اصلا يعني حركه الانتاج وحركه الاقتصاد ده في حد ذاته مكسب. التعليق اللي بعده برضو حد رابط عن الربط ما بين البصل والدواء وتقليل استيراد خامات مهمه للتصنيع عشان بناء البرج الايقوني اللي تكلفه الطابق الواحد فيه 38 مليون دولار. الحسبه مش مظبوطه، ده واحد. الحاجه الثانيه الربط ما بين بيع البصل وبناء البرج الايقوني يوحي للناس انه البرج الايقوني ده اتبنى بالفلوس اللي احنا كان مفروض نحطها في البصل او نجيب بيها بصل. وده ربط على فكره، يعني الربط دوت بيخلينا ايه، بياخد عواطف الناس في الاول. اول ما تقرا التعليق تقول ايوه وتسخن وتقول ايوه ايه ده فعلا، واحنا النهارده البصل غالي وهم رايحين يبنوا لنا البرج الايقوني ب 3 مليار. فصل الامور وعدم خلط الاوراق ونفهم هو ايه اللي بيحصل في الملفات، مش كلام وبنردده وخلاص. ده اول موضوع اهتم بيه رواد مواقع التواصل الاجتماعي.